جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من سهر الليل حتى قبل صلاة الفجر بقليل فغلبه النوم فنام عن الصلاة، وعندما استيقظ في وقت متأخر 11 أو بعدها تقريبا فقام وصلى الفجر، وأحيانا يستيقظ بعد الظهر أو قريبا من صلاة العصر، فهل تقبل صلاته؟ السهر مكروه، السهر مكروه بعد صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره السهر بعد صلاة العشاء، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء يسبب التثاقل عن صلاة الفجر، وقد يفوتها ويخرجها عن وقتها. أما ذكره السائل من أنه يسهر ولا يصلي إلا بعد طلوع الشمس الساعة 11 أو بعد الظهر، هذا محرم، والسهر يحرم إذا كان يؤدي إلى محرم. السهر بعد العشاء إذا كان يؤدي إلى تأخير صلاة الفجر عن وقتها يكون هذا السهر محرما، حتى ولو كان يطلب العلم أو يتلو القرآن في هذا السهر فإنه حرام، بما يترتب عليه من تضييع الواجب وإخراج الصلاة عن وقتها. الواجب على هذا السائل وعلى غيره من هو مثله، وقد كثر هذا في الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقوموا لصلاة الفجر مع الجماعة. تأخير الصلاة، ترك صلاة الجماعة ترك لواجب، ففيه إثم عظيم، وإذا انضاف إليه إخراج الصلاة عن وقتها فالأمر أشد والتحريم أكبر، بل قد لا تصح الصلاة إذا أخرها الإنسان متعمدا عن وقتها، فيرى بعض العلماء أنها لا تصح ولا تقبل منه. والنوم إنما يكون عذرا في حق من ليس عادته النوم، وإنما كان حريصا على القيام لصلاة الفجر وكان من عادته القيام لصلاة الفجر مع المسلمين، ولكن في بعض الليالي يغلبه النوم مع حرصه على القيام، فهذا يعذر. أما الإنسان الذي يتعمد هذا الشيء ويتخذ السهر الليل والنوم عن صلاة الفجر يتخذ ذلك عادة له، فهذا محرم وهذا لا تصح منه، أو قد لا تصح منه صلاة الفجر ولو صلاها بعد وقتها، لأنه أخرجها عن وقتها بغير عذر شرعي. قد قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال بعض الصحابة: إن لله عملا بالليل لا يقبله في النهار، ولله عملا النهار لا يقبله في الليل. كل شيء له وقت وله موعد، إذا تأخر عن موعده فإنه لا يقبل. نعم.